أصداه شنقيط آيات من الأثر، لماعة بالرؤى صرفا وبالفكر، فاضت لتغمر تاريخا برمته وتنثر الدر للأمداء والحضر، مبهورة إننا جذلا بأمتنا شنقيط، فهي اكتنازي وهي مدخري. يا شعب شنقيط هيا نبتغي سببا، فهذه الأرض أثرت سائر البشر. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام، أهلا بكم وسهلا بحلقة جديدة من أصداف شنقيط. معنا في هذه الحلقة الدكتور محمد لمين والكتاب، وهو شخصية معتمرة بالثقافة والفكر والأدب، غنية عن التعريف. طور هذا الحوار سنعرض لماهية أدب الطفل في إطار تنشئة الطفل تربويا ورعاية الجانب الذهني فيه أو تغذية العقل بما يسمى بمعطيات طبعا الفكر والثقافة. سنخوض غماره بهذا الطور ونعرض للفارق ما بين عقلية الطفل بالأمس، الطفل الموريتاني بالأمس، والطفل الموريتاني الذي ينهل من الطفرة التكنولوجية والحضارية اليوم، وبالتالي نحاول أن نعمد إلى المقاربة ما بين هذا وذاك تبر الأمس واليوم طبعا. وفي إطار أيضا استضافتنا للدكتور محمد لمين والكتاب، سنعرض لزوايا أخرى ونعرض لمطارح أخرى في الجانب التربوي بما يختص بالعائلة الموريتانية. أهلا بكم دكتور معنا في هذه الحلقة. أنتم من الشخصيات النادرة التي تناولت ماهية أدب الطفل، يعني كيف ارتكستم إلى هذا المنحى؟ معناها وكيف لفتكم هذا المنحى أولا على أساس أنه يغيب عن الساحة الثقافية في موريتانيا أو الساحة الوجدانية لدى المفكر الموريتاني، حتى أنه لم يعنى بجانبه؟ وماذا يعني رتبتم له أو منهجتم له على هذا الأساس في طور أن تكون ثقافة الطفل في المتناول، أن في إطار تنشئة مكتبة الطفل مثلا على سبيل المثال، كيف تأتت لكم هذه الفكرة وكيف طرحتم لها؟ شكرا جزيلا على استضافتي، وشكرا على اختيارك للخوض في هذا الموضوع ذي الشجون وهذه القضية الهامة بالنسبة لمشهدنا الثقافي والاجتماعي. فعلا قد اهتممت بوضعية الطفل وما هيئ له وما لم يهيئ له من الأشياء التي يقتضيها ويتطلبها تكوينه وتهيئته وتنشئته لكي يصبح مواطنا صالحا مزودا بكل المعارف التي يحتاجها كل مواطن في هذا البلد. الشيء الذي استرعى انتباهي ودفعني إلى الاهتمام بأدب الطفل وبالكتابة للأطفال هو غياب أي شيء يتعلق بالطفل في مشهدنا الثقافي. فمثقفون وهم كثر يكتبون الكثير ويقولون الكثير، ولكن الطفل غائب عن أذهانهم وعن تفكيرهم وعن اهتمامهم. ارتأيت أن هذا غير ممكن وغير جائز، ولا يليق إهمال الطفل الذي هو رجل الغد والذي هو اللبنة الأساسية في بناء مجتمع سليم قويم. هذا إضافة إلى أني كنت أزور يعني أزور
مهرجانات الكتب وعروض الكتب في كثير من البلدان العربية، وأرى كل البلدان العربية تعرض كتبا عن الأطفال ما عدا موريتانيا التي لا تعرض أي شيء عن الأطفال. فاستغربت هذا ولم أرتح إليه، وقلت لماذا لا أحاول أن أنتج شيئا يتصل بالطفل، حتى إذا قام مهرجان للكتب وجد كتاب موريتاني يعالج قضايا الطفل ويهتم به. وهذا ما دفعني لكتابة بعض الكتب، لتأليف ووضع بعض الكتب للأطفال. يعني لم يكن من السهل إنشاؤها، لأن كتابة الأطفال تتطلب تقنيات معينة وتكوينا خاصا ودربة بعينها، ولكن كتبت هذه بعض الكتب. ولم أكتفي بكتابتها بالعربية وحسب، بل كتبتها باللغة الإنجليزية والفرنسية، ولذلك دوافعه قد نعرض لها لاحقا. وهذه الكتب موجودة، ووجدت صعوبة في نشرها في موريتانيا، لأن نظرا لغياب دور النشر في موريتانيا، ونظرا أيضا لمحدودية الإمكانيات، لأن طباعة الكتب وخاصة الكتب الأطفال تتطلب إمكانيات ليست متوفرة لدى كل الناس. صحيح. وهذا ما غيبك يعني الكثير من الكتاب وكثير من الشعراء. صحيح يعني صحيح. طيب، في مجال ثقافة الطفل دائما الموسوعة الموريتانية ذرية بالعطاء الأثري بالنسبة لمحكيات الطفل ولتراث الطفل. الشفوف. نحن طبعا يعني لم نتميز عن الشعوب، فنحن مثل الشعوب في ماهية الذاكرة المتخمة أو المترعة بثقافة الفكرية المتأتية طبعا من عن التراث وعن المحكيات الشعبية كالأحاج وكالروايات. يعني كانت رواية الطفل وكان أدب الطفل هو حاضر، ولكن دون تأطير أو دون منهجة أو دون، كان شفوي. يعني مر بالمرحلة التي مر عليها التاريخ الموريتاني، يعني الكثير منه كان يتداول شفويا دون توثيق او دون كتابه مثلا، دون ان يكون حتى رقميا. بالتالي انتم من كانت لكم هذه البادره، فكتبتم في مجال ادب الطفل طبعا قصصا تنعت لثقافة الطفل الموريتاني، أو ما يمكن أن يستصيغه الطفل الموريتاني بناء على ثقافة مجتمعه، وطبعا تعتمدون فيها طبعا على يعني على خيالكم وعلى إبداعكم. ولكن في إطار هذه الموسوعة الأخرى، ألا تجد أنه كما يعني بتنا نرى أنه من الطبيعي جدا أن نكتب تاريخ موريتانيا من جديد على أسس جديدة وعلى مناحي جديدة، أن يؤرشف أيضا أو أن يكتب أيضا هذا التاريخ بالنسبة لموسوعة الطفل من جديد؟ هو معنا يعني هو موجود كثقافة قائمة وكتراث قائم، ولكنه لم يمنهج، لم يؤطر، لم يكتب، لم يقدم كمادة ثقافية بشكل تجعله يعني في المتناول. هذه طبعا مسؤولية الكتاب والأدباء من أمثالكم. أنا قد أنزع للقول إن الأدب المعني المخصص للطفل أو أدب الطفل لم يكن قائما بذاته، ولم يكن موجودا بشكل يعي نفسه، موجودا على نحو يعي أنه أدب الطفل. كانت هناك بعض الأقاصيص من طرف الجدات ومن طرف الناس الكبار والتحاجي وأشياء من هذا النوع، ولكنها ليست ممنهجة وليست واعية وليست هادفة عادة لتخويفه. هناك قصص إلهائه وتنويمه يعني إلهائه فقط. والأطفال، وتعرف الأطفال مشغوفون
بالحكي وبالروايات وبسرد الأمور. ولذلك تجدينهم يذهبون إلى جداتهم يقول لهم احكي لي رواية، رد علي مرد، رد علي مرد، فترضخوا لذلك. ولكن هذه الأم ليست أديبا واعيا يعرف ما يفعل ويعرف هذا اللون من الأدب وتربويا أيضا، ما أسسه، ما أهدافه، ما طرقه، ما تقنياته، لا هي أشياء تلقائية عادية. ولكن هذا من المفروض أن لا نتوقف عند هذا، ومن المفروض أن لا نكل هذا النوع من الأدب وما يفضي إليه من وعي إلى الجدات، بل ينبغي أن تكون هناك يكون هناك وعي، وأن يكون هناك أشخاص مؤهلون للقيام بهذا العمل. فإذا رأيت الأمم الأخرى المتقدمة، الأم أحيانا وعادة تكون قد أنهت دراساتها مدرسة، تعرفوا يعني تحكي كل ليلة، تحكي لولدها وبنتها حكاية رواية هادفة، ويتطلع ويتعطش إليها، ويريد أن وينام على وتيرتها. ولا بد وأن تكون هنا هذه القصة نموذجية شيئا ما حتى يحن إلى أن يكون تعرف ما لا تختار من القصص. ولماذا تختار هذه القصص؟ إحنا أولا لأن ربما يعود عندنا الأمية اللي موجودة عند كثير من الأمهات، وربما يكون عندنا انعدام وعي لأهمية القصة وانعدام الكتب حتى. صح. أنت تعرفي وهذا شيء ربما ما نفكر فيه، أن الطفل يحتاج في المراحل الأولى من حياته إلى كتب غير مكتوبة، كتب لا تتضمن إلا الصور. إلا الصور. صح. وهذه الصور الطفل يهتم بها وتخاطبه ويفهمها ويركن إليها. صح. ولكن إحنا ما عندنا هذه الكتب، أولا إلا أجبرنا شيء من الكتب قاع يعود يعني جماعة مدخرة بلد أخر، أم أخرى، ثقافة أخرى، ونقدمه للطفل يكون غريب عليه. هي أفكار معلبة مدسوسة، أفكار معلبة قد تدمره حتى إلى ما حقنا قاعي كالدرجة عن فم أفكار مدسوسة، وهي موجودة أفكار مدسوسة من طرف الأمم الغربية المعادية. هو بناؤهم هم لأبنائهم، بناؤهم لثقافة أبنائهم بعيدة كل البعد، غير إيجابية، غير إيجابية عن دين الحضارات الأخرى، خاصة الحضارة العربية الإسلامية. صح. دائما يحاولوا عنهم يجدوا فيها ثغرات ويجدوا فيها هنات وعيوب، وهذا ما يمكن أن يترك هكذا. أيوة، الكتاب، مسؤولية الكتاب والمثقفين، لماذا لا يهتم المثقفون والكتاب بالطفل وهو جزء بالغ الأهمية مشروع المجتمع. إنسان، مشروع إنساني ومشروع مواطن، وهو البداية وهو اللبنة الأولى. لماذا المثقفون لا يهتمون بكتابة الطفل؟ هذا سؤال لم أستطيع الإجابة عليه. ربما يكون منهم من هو باستعداد أو على استعداد أن يكتب للطفل، ولكن تقعد به وسائله عن طباعة هذه الكتب. عقب ذاك التقنيات أيضا، هو كتاب الطفل لا بد يعود فيه الصور، والصور تحتاج فنانين يعرفوا كيف يصورون الأطفال وكيف يخاطبون الأطفال وكيف يظهرون الأفكار، كيف يجسدون الأفكار عن طريق الصور، وهذا يتطلب نوع من الفنية ربما تعود ما هي عندنا، ما هي موجودة عندنا، ولا عاد موجودة ملي ما أعطيناها الإمكانيات. الفن التشكيلي في موريتانيا بات الحمد لله فنا مشهودة، بالتالي يمكنه لأي فنان تشكيلي أن يصيغ هذه الصياغة التي تلمح إليها، معناه أن يدخل في شخوص الطفل. نعطيك مثال، شفتي أنا الكتاب للأطفال اللي كتبته اللي قال له من قصص الحيوان، طبعته في الدار البيضاء في المغرب، ومنين جبتوا للمطبعة جمعوا واحدين مختصين بالصورة، واحدين مختصين بالإخراج، واحدين مختصين بالميزان باجين قال كيف يوضعوا هذا، معناها أن مجموعة مختصة، معناها أنهم طاقم
متكامل طاقم متكامل ايوه هذا الطاقم احنا ما لكل منهم حيزه بالامر والنتيجه هي كتاب لا يظهر للطفل حسب مواصفات تربوي حسب مواصفات متكامل معينة ومن اجل خدمه اهداف بعينها احنا هذا ما هو موجود عندنا في طن بعد ما هو صار الا انه ما قطينا خصصنا للامكانيات وهون فنان كيف قلتي هون فنانين تشكيليين وهون شباب قادرين على التفكير على انتاج الصور ولكن ما نعطات لهم الوسائل ولا تم دعوتهم لاشراكهم. المشكله دكتور في العقليه الموريتانيه نفسها. ذات لقاء اوعزت الى ان الطفل يحتاج لمكتبه تختص به. إذا يحتاج إلى مكتبة تختص به أكيد تختص أكيد. بمرحلته العمرية أكيد. وتختص باحتياجاته وبذائقته وتنميه وتغذيه وجدانيا وما شابه فيعني ندت منه عبارة ربما تكون هي أقرب للسخرية يقول تعتقد أنك في بيروت من قال هذا؟ ذات لقاء هنا بالتلفزيون تعتقد أنك في بيروت قلت له لماذا تعتقدني في بيروت؟ هل هذا حكر على بيروت؟ أنا أقول لك الطفل الموريتاني يحتاج إلى مكتبة لأنه حتى وإن كان الطفل الموريتاني غابت عنه هذه الأسس وغابت عنه هذه المعطيات في الماضي غير طبيعي وأثرت في نفسيته أثرت في شخصه في تكوينه في بنيته وأولها هذا الأمر لماذا دائما عندما تحاول أن تطور من نفسك أو مهاراتك أو تضيف أمرا أو يعترض عليك الآخر على أساس أن هذا لا يوجد في بلادك لماذا لا يوجد في بلادك؟ أليس لنا عقول؟ أليس لنا أفهام؟ أليس لنا بكر؟ أليس لنا نحن ثقافتنا معتمرة بكل شيء كيف لا يوجد بنا هذا الأمر؟ هذا من أبسط حجائج هذه الأشياء. لنعود للموضوع ذاته. هذه الفكرة يعني فكرة رائدة فكرة كبيرة جدا في طور بناء إنساني هو في أمس الحاجة إلى البناء طبعاً نفسياً ووجدانياً خصوصاً في هذا العصر ونحن أمام تحديات كبيرة جداً وأهملنا جانباً كبيراً من معطيات ثقافتنا فتربت الشخصية الموريتانية على مفارقات كبيرة مفارقات عدة مثلاً تجد أن الطفل الموريتاني كان إذا ما كان ذكياً وكان واعداً وكان مبهراً كان يقرأ للكبار يقرأ للكبار بالتالي تتجسد عنده ثقافة يثقل بثقافة ربما ما يعني لا تعنيه الآن لا تعنيه مرحلي لا توائم مستواه صح ومقدراته الفكرية والذهنية فتعطله عن كثير من الأشياء وهو لا يزال في مرحلتها وعندما يكبر تجده يعود إلى تلك الاحتياجات وتلك يعني تصرفات لا تليق به يعني لكل مرحلة من العمر نضجها وحيزها وفهمها طابعها واحتياجاتها طبعا فإذا ما فقدت فقرة من هذه الفقرات أو مرحلة من هذه المراحل تكون كارثة على المراحل الأخرى طبعا هذا يعاش بكثير من الأشياء يتجلى بكثير من الأشياء وكثير من المعطيات مثلا تجد شخصية راكزة موريتانية تتصرف تصرفا لا يليق بها كشخصية راكزة ولا يليق بها كشخصية متنورة بالعلم وبالمعارف وبما شابه يعني يتجرد من المسؤولية مثلا على سبيل المثال هذا ربما يقر عن طبيعة التربية وطبيعة الثقافة التي سبقت منحاها فعاشها في عمر مبكر ولا أريد أن أقول سئم منها بات يحتاج يحن إلى ما تقولين هو إلغاء لطفولة الطفل وإجباره على محاولة فهم ثقافة تتخطى مستواه وإدراكه واهتماماته وهواجسه عندما تفرضين على الطفل أن يقرأ أشياء لا تمت إلى حياته ولا تمت إلى الطفولة بصلة فهو لن يهتم بها قد يهتم بها تحت الضغط تحت صوت العصا اقرا هذا والله يخرج لك ولكنه لا يحب فالطفل له اهتماماته وهناك مستوى يخاطبه
ويرتاح إليه، هناك مستويات تحتاج نضجا وتحتاج تطورا فكريا وعقليا لكي يتم إدراكها واستيعابها. ونحن نقفز على المراحل، نأخذ الطفل ونحاول أن نخاطبه وكأنه رجل صغير. فالطفل ليس رجلا صغيرا، ليس راشدا صغيرا، بل هو طفل. والراشد يختلف، حتى الراشد نعامله على أساس أنه طفله، لا زال طفل. لكن لا تخاف، ففي كل راشد طفل. الراشد فم طفل، ولذلك الراشد أحيانا ما تبقى من الطفولة فيه يجعله يهتم بأمور الطفولة. الرسوم المتحركة مثلا هي معدة للأطفال، ولكن ترين الراشدين يهتمون بها ويضحكون منها ويرتاحون لها. لماذا؟ لأن في كل راشد طفل، ولكن ليس في كل طفل راشد. صحيح. الطفل مرحلة معينة عندها اهتمامات وعندها إكراهات وعندها هواجس وأمور ما تعنيها ولا تهمها، وإحنا نعامل الطفل وكأنه راشد صغير ونفرض عليه أشياء ما تصلح. طيب، هنالك في مثلا في هذا الكتاب من قصص الحيوان، هو الكتاب الذي ألفتموه عن الطفل، وأعتقد أن هذه الطبعة الثانية التي قامت بطبعها، قام بطبعها اتحاد الأدباء الكتاب في موريتانيا. أريد الحديث قليلا عن علاقة الطفل بقصص الحيوان التربوية. ماذا يوحيه الحيوان للطفل مثلا في باكر عمره؟ والحيوان اختيار، يمكن كيف قلتي أن أخذ الإنسان. أنا شخصيا اخترت الحيوان لأن أولا هذه القصص ليست موجهة للأطفال الصغار، موجهة لليافعين، وتستهدف توعيتهم وتربيتهم وإثارة انتباههم إلى كثير من الممارسات السالبة في مجتمعنا. وأردت أن أستعمل الحيوانات حتى لا يشعر إنسان أنه معني، أو أني يعني طريقة تكون ما تعني حد. صح صح، تعود يعني لحرية الفكر وحرية الإبداع، حتى لا يتقيد بحساسيات، حتى لا يتقيد برمزية معينة. ولكن الناس اللي عندهم إدراك يفهم ايش مقصود به. كل حيوان يقرأ وتصرفه يعرفوا هو يعني من. حتى احيانا يعرفوا بعض الاشخاص اللي الحيوانات هم ترمز لهم يعرفوه. الاطفال هذا ما يعني يعنيهم زبدة، خلاصة صح من القصة، عنك إذا عملت كذا سيترتب عنه كذا. صح صح، يعني يمكنه أن يتصدر إلى ماهية صراع الخير والشر من خلال بالضبط. طيب دكتور، في ماهية التربوية داخل البيت يعني بوصفكم، أعتقد أنكم يعني على بصيرة كبيرة من ما يحدث في البيت الموريتاني على أساس بنائه تربويا، ماذا يغيب عن البيت الموريتاني مثلا شيء. الطفل يغيب كل شيء، يغيب دور الأم الذي ينبغي أن يكون محوريا، وحتى دور الوالد أيضا ليس لا يؤدى على أكمل وجه. والجو الذي ينمو فيه الطفل أيضا. شوفي، الأمهات لا يقمن بأدوارهن في التربية أولا ربما لنقص في التكوين، ثانيا لنقص في وجود الكتب، وجود الآلات. بعض الأمهات لا تخالوا أنها معنية بتثقيف نفسها، لا تخالوا أنها معنية، وربما حتى إذا فكرت ليست لها الوسائل الذهنية للقيام بذلك. لا توجد كتب، وقد لا يسمح لها أيضا. قد لا يسمح لا قد يعني هو الرجل سيكون هو مرتكز الحياة بالنسبة لها داخل البيت. الرجل دائما غايب والأم صح، ولكن هي مرتكز الحياة. ماذا هي تحاول أن تقفز على بعض أدواره ربما لا شعوريا في طبيعة يعني التعاطي مع الآخرين، وفي طبيعة احتواء ماهية البيت ومركزية البيت ما شابه، ولكن لا في الطفل كعمل متكامل يشترك فيه الجميع. تشترك فيه السلطات بتوفير الكتب للأطفال، بتوفير مجلات للأطفال، بتوفير صحافة للأطفال، بتوفير أشرطة
مسلية للأطفال، ما يسمى بالرسوم المتحركة اللي تعرضها التلفزة للأطفال، هذا غير موجود كامل. ما هو موجود بهاش بغياب الوعي لأهميته، ثم غياب الوعي. إذا عندما تكون هذه الضروريات موجودة عندها يمكن أن أطلب من الأم أن تستعملها، ومن الأب أن يوفرها، ومن الطفل أن يفرض عليه أن تتاح له. هذا لا يلغي طبعا أدوار أمهات يكرسن حياتهن لتدريس أبنائهن طبعا بما أتاهم الله من فضله، فيه أمهات كرسن يعني يحاربن على هذا. ولكن أنا أريد الوصول إلى ماهية أن الأم إضافة إلى ماهية والله إضافة إلى ماهية حنانها وعطفها ووجودها مع الطفل الدائم، لا بد وأن لها يعني من المجال التربوي ما يجب أن تفقهه هي حتى يمكنها ذلك من دراسة نفسية الطفل بالنسبة لها طفلها طبعا. يعني تحاول أن تختبر احتياجاته، تحاول وأن تختبره طبعا ضمنيا، وبالتالي تعمد حتى ولو أتيح لها أبسط الأسباب أن تعمد إلى توجيهه تربويا في هذا المنحة. وأيضا أن لا يعني هي الأم عادة تعنف الطفل لفظيا، تعنفه بالألفاظ وتعنفه جسديا على أساس أنها تشكمه عن هذا و يعني تمنحه هذا من باب طبعا التربية وما شابه، ولكن هذا غلط. الشعوب الأخرى نجد أنها تحاور الطفل، تعزز الطفل تربويا من ماهية تكريس المثال على سبيل المثال عن طريق القناعة. الطفل إذا اقتنع بشيء لزمه مثلا، لأنه يعني سيشعر أن له مسؤولية كبرى تجاه نفسه، وبالتالي هذا أمر سلم به هو واقتنع به، وبالتالي ليس فيه محاباة وليس فيه مثلا لا يتأخر عنه. ولكن إذا صدر إليه أمر على أساس التخويف أو الترهيب أو الضرب أو التعنيف ربما يمتثل مؤقتا، ولكن تكون هنالك حرقة في نوع من التحدي أو نوع من يعني الجرأة أن ينتهج هذا الأمر حتى يعني حتى يختبره أو حتى يكتشفه وما شابه. يعني أريد العرض عن هذا الموضوع. مباشرة تربية الطفل بشكل ممنهج ومطابق للأصول ينبغي يتطلب نوعا من التكوين والحصول على معرفة مسبقة. هم الأطفال ما يمكن أن يربيهم أحد لم يتلقى تكوينا لذلك، يعني في المدارس في دور الأطفال هناك مربيات يتلقين تكوينا وتعليما خاصا لتربية الأطفال، ويعلمنا كيف يخاطبنا الأطفال وكيف يتعاملنا معهم. الأم إذا لم يكن عندها معرفة مسبقة بهذا سوف تتعامل بطريقة ربما غير ملائمة، خاصة إذا كانت هذه الطريقة مستمدة من ثقافتنا التقليدية أن الطفل غير مهم، وأن الطفل ينبغي أن لا يترك له الحبل على الغارب، بل ينبغي أن يقمع وأن يوجه وأن يعنف وأن يقهر وأن يصاب بالإكراه، لأنه لن يستوعب شأن الآن. لأنه هكذا خلق الطفل، هكذا خلق. وعلى كل حال تقليديا العناية بالطفل لم تكن موجودة في تقاليدنا، بل أكثر من ذلك كان يعامل بنوع من عدم الاكتراث، ولم هذا المعاملة تنعكس على ما يوفر له من وسائل المأكل والمشرب والملبس. شو الملبس ما يعتنوا هذا فيما مضى، الآن بدأت الأمور تتطور، ولكن فيما مضى الطفل كان أولا لا يأكل حتى الشبع، وكان لا يلبس ما ينبغي، أحيانا قاعد كان يمشي عليه يعني إلى هون ودون، والأطفال يلحقوا 6 سنوات 7 ما يلبسوا شيء، وكيلهم اللي ما معروف له شيء، ما هو لا منين يبقى شيء عن الروايج الكبار يطالبهم شيء. الطفل ما كان مخصر، ولا كان مشكوك انه قاع انه يعطوا نعرف له شيء.
من هون ودون عادة الناس تعريف أن الأطفال لا بد من أن تصرف لهم عناية ولا بد من أن توفر لهم الحد الأدنى من الوسائل. وبدأوا فيما في الوقت اللي في الغرب يقول لك الطفل ملك، الطفل ملك، يأمر ويؤتمر بأمره ويقول فيصاغ لأنهم يبنون شخصية الطفل من يعني يبنوا شخصيته ويعطوا الفرصة تتبلور يتبلور وما يعود مكبوت ولا مقهور. وهذا بطبيعة الحال اللي ما يمنع من ياسر من المشاكل الجانبية، لأن الطفل في الغرب طبعا وليس كل شيء هو إنما هو نموذج في إطار التربية. ولكن احنا تربيتنا احنا نأخذ تقاليدنا وثقافتنا وعاداتنا يا غير نعدلها نعصرنوها نعدلها متطورة ونعدلها متماشية مع متطلبات الحضارة والعصرنا، خصوصا الآن في ماهية هذا الأدب وهذا العطاء على أساس تقنينه أو تكريسه كمشروع حي في البلاد. لا بد وأن تلتفت الدولة إلى هذا المجال وأن يلتفت أرباب الاستثمار في البلد إلى هذا المجال. إن كانوا يريدون اقتصادا فهو لابد أرباب العمل أن يفهموا أن الاستثمار في الثقافة مربح. هم يريدون هذا الربح. الاستثمار في الثقافة مربح في العالم الغربي ماديا ومعنويا. أكدوا لأن مع عائدات الأنشطة والأنشطة الثقافية أكبر من عائدات قطاعات الاقتصاد الأخرى. وعلن يعني فم ثقافة فم دقيقة فم صناعة ترفيهية مدرة للدخل وتؤدي إلى الغناء بالنسبة لمن يحظون عن الغناء، وتؤدي إلى التكوين وإلى بلورة الأذهان وخلق مواطن وخلق مجتمع متنور وخلق طفرة حضارية كبيرة جدا وطفرة اقتصادية وثقافية وتقنية. احنا اولا ظهر لي عن وعي السلطات لأهمية تكوين الطفل والعناية به وتوفير له وسائل التعليم ما هي موجودة. والله زاد ضئيلة، كانت غائبة، شحيحة جدا شحيحة. ووعي ايضا رجال الأعمال لأهمية الاستثمار في الجانب الثقافي الترفيهي والتسليات ما فات عاد مفهوم ولا فات لم يدرك ولم يعطى له ما ينبغي ان يعطى له من اهميه ولم يفهم ما يمكن ان يديره من دخل. يا دكتور هنالك مفارقه كبرى، كيف تكون موريتانيا بلد معتمر بالثقافه، بلد ذري بالثقافه والثقافة فيه كاسدة؟ والله الثقافة العينك عليها الثقافة التقليدية، ثقافتنا التقليدية، الثقافة الأخرى ما زلنا نبحث عنها، ما زال جامعاتنا ما تلحق تلك الدرجة وما زال مؤسساتنا التعليمية. ولكن على سبيل الإبداع، على سبيل الإبداع الكتابة وعلى سبيل الحمد لله من الكتاب الإبداع مرتبط بمستوى التعليم الثانوي والجامعي وذاك ما زال يتطور، وبالتالي الإبداع والبحث العلمي ما زال مراحل. وهذه المواد التي أضحت جاهزة مثلا هذه الكتب على سبيل المثال سنأخذكم نموذج، هذه الكتب التي باتت موجودة وباتت مطروحة كمادة كمادة ثقافية لا ينقصها إلا أن تدار بشكل يمنحها يعني يمنحنا أكلها. ينقصها أولا أو ينقصها عندما تنتج ينقصها طريقة لنشرها. هذا الكتاب يمكن أن يتحول إلى فيلم من الصور صور متحركة ويمكن أن يتحول إلى مسرحية الرسوم المتحركة ما إنما نعدلوها. هذا هو السؤال اللي كنت أطرح لكم معجبتكم. ما إنما نعدلوها أكثر تراثنا اللي فيه ياسر من القصص الشيقة اللي تهم الأطفال وتقدر تحول إلى أفلام بدل من خلص أفلام وولد ديزني اللي تعج بالخبث فيها مدسوس ان فيها كثير من عيبنا ومن تنقيص من ثقافتنا ومن ديننا يتربى عليها الولد ويتربى عليها انقسام شخصيه يبتلعها دون ان يشعر. صح. احنا عندنا وسائل عندنا قصص شرتاتها
يقدروا يعدلوا منهم أشرطة للأطفال ومسلسلات ومسرحيات. صحيح عندنا ياسر من القصص الأخرى ديلول، عندنا العريف، عندنا ياسر من هاي الأمور تعد أفلام ولا هي مكلفة ولا حتى قاعة مكلفة بناء العقل تستحق يساوي ذاك كامل. تستحق هذه البلدان التي تضيج نفطا وتضيج ثروات هائلة هي أموالنا تصرف أشياء، هي تستغل الثقافة، أموالنا تصرف أموال أكثر من استغلالها الموارد الأخرى تغد تمشي تجيب ناس آخرين. وكان تعدل بها هذه الأشرطة اللي تكون الناس، يعود عندنا شيء نعطوه للعالم وعندنا شيء متناول أطفالنا، بدل من عدو أطفالنا يتابعوا أفلام يعني شروط رسوم متحركة أمريكية وغربية ملعونة وفيها كثير من الدس والخبث والاستهتار صحيح. نعدلوا أشرطنا نحن ثقافتنا الخالصة، ثقافتنا الخالصة نصدروها ونستفادوا منها. هذه رجالك ما هي دنية، ما هي مستوى ضحل، مستوى أبدا، هي ذرية، هي قالها لا تستغل وتسوق استغلت ولقط وعصرنت ولقط يعني بنيت على أسس عصرية. للأسف ياسر من الأشياء ما لنا واعين وباط بالحسانية لبالي. لماذا؟ لأنه هو حتى في سائح ذيك الساعة عدى جولات في مدينة شنقيط التاريخية، قال لهم على عقوبة الموريتانية يعودوا يقصوا فرنسا المتحف الفرنسي مثلا، يدفعوا تذكرة ويدفعوا الفندق ويدفعوا الرسوم، إياك يشوفوا ثقافتهم المتحف الفرنسي. أكيد إحنا ثقافتنا أكثر موجودين هذاك، مشكلتنا الإهمال في المتاحف الأوروبية من غير شأن في ذلك شأن الدول العربية كلها، الدول العربية كلها ثقافتها تحولت إلى المتاحف. نفر على الأقل هي بعد تحولت عن وعي، نحن تحولت من غير من دون وعي. إحنا هي تحولت إحنا ولأن ملودين، إحنا قاع مشكلتك إني ما لودوا لها، تحولت ولا شعرنا بها ولا فطنا ولا حسينا ولا تلا حد يفطن لعدم اللي ما هو أحلى شيء. على كل حال نحن مشكلتنا تعطيل العقل. صحيح تعطيل العقل في جميع جوانبه، ومشكلتنا تعطيل العقل ايضا، تعطيل العقل وعدم تأطيره. صح عدم تأطيره. صح صح. اذا نتمنى على الدوله ان تضع جانبا لهذا راني الاساس، مثني على هذا التمني وزايد وقد مرتين. نتمنى على الدوله تهتم بهذا الجانب وان تنتخب الحقها تهتم به. راهي اعطات مجموعه كتاب هامله ذا النوع وهامله الجانب الثقافي، ولقط جحد قاع عنده ذيك العنايه كامله بالثقافه، ذرك راهو جحد وعندما صح ومطروح عليه العار ويالطو يهتم به. وعندما تستغل الجانب الثقافي في اطار في طور اقتصادها مثلا، ستجد انها سترزح بهذا اكثر. صحيح مثلا لانه ترزح به معناها تثمر به وستعطي اكلها وستزرع به اكثر من اي جهه اخرى، لان في بعض البلدان اقتصادها قائم على 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 على, على, على الاكتساب من خلال الثقافه. خاسر الى قبضه الدوله وعيطت الكتاب كاملين والفنانين، قالت لهم خلطه كتبوا للاطفال، الفنانين صوروا للاطفال، اهتموا بفن تشكيلي، عملوا اغاني للاطفال، الدوله وراكم اغاني للاطفال ومسرحيات للاطفال اناشيد للاطفال واغاني للاطفال واشرطه للاطفال. هذه مناسبه بعد نثني فيها على الفنان الكبير لباب بنت ميداح اللي معدله اوبرا، معدله اوبرا هي من بس ثلاث سنوات، عندنا هذه النسخه الماضيه كانت النسخه الثامنه طبعا للاطفال. عن مديح رجال كانت عندنا في زمن مختار والدادة يرحم، كانوا عندنا الاوبرا وتشوفنا انقرضوا لات لو خارجين يعطي نحيهم من جديد نستعيدهم بين اللي عندنا فنون شعبية. حتى الدراما نحن ثقافتنا ذرية، لماذا ما تعود عندنا مثلا المسلسلات تتكلم عن تاريخ الموريتاني، عن تاريخ المقاومة، غني عن تاريخ عن اختلاف الثقافات اللي فينا، عن التعايش اللي فينا. اشرطة السينما تقدر تعدل من تراثنا. استيح لا مقاومة الموريتانيين للاستعمار الفرنسي سيستقطبها العالم استقطابا، تقدر تعدل منه اشرطة بالغة الأهمية. وإحنا ما ندرى من بوركينا فاسو اللي معدل ياسر من الأشرطة وثقافته، تعرف محمود المنانة بالنسبة لثقافتنا إحنا عدلت الأشرطة. أشرطة إحنا فينا تزاوج حضاري كبير جدا، حتى إحنا نمثلوا غير إحنا إلا وتوفي الأمور ما لنا طارحين لها بلد، ولكن قطينا جبرنا معها كامل للأسف، جبرنا مسؤولين على مستوى وزارة الثقافة، مسؤولين نافذين عندهم مستوى وراهم هم اللي سلطة
تعرف أهمية الثقافة وقيمتها وتدفعهم. اللي لا افترضنا وزير ثقافة ما يفهم الثقافة يعود يتعود وراه حكومة وراه رئيس يفهم الثقافة ويحضوا عليها. أعتقد أن هذه هي الفرصة السانحة الآن لأن تجد ثقافته واهتمام لا يتعود اهتمام الوزير الموريتانية. نعم لا أعتقد أن هذه الفرصة السانحة لنا لأن تجد ثقافة الموريتانية مترعها وأن يجد المثقف أيضا سياقه الصحيح. اللي قالوا المثقفين الآن ما دين يديهم ومتوقعين ويقدوا يحطوا أشياء كثيرة جدا متوقعين تغيير كبير بهاش به اللي مواسين هم عنه جلس السلطة حد يفهم معنى الثقافة ويعطيها قيمة ويقيمها ومنين ما يخلق هذا معناها لا أمل في هذا البلد. منين يعودوا الناس اللي متوقع منهم متوقع منهم الثقافة والمعرفة والعلم ما يهتموا بالثقافة فعلى موريتانيا السلام. هي رأس الحرب قاعي لما صار فعلى موريتانيا السلام. رانا نقدوا نعذروا قال واحد أرى بني أمية معذورين إن قتلوا ولا أرى لبني العباس من عذورين. معناها لأني لا عدو وحدين ما كانوا مهتمين بالثقافة وهي طرح عليهم قاع ذو الناس طرح عليهم العار منين يجوا ولا يعدلوها ستكون نكسة وبلية وراجعين عنا إن شاء الله ما يخرج لنا ذلك. الله تتحطم الآمال على صخرة من نعم قاعشة. دكتور وصلنا إلى ختام هذه الحلقة ذات وفات. آمل أن تكون هنالك حلقات. أنا أتمنى أن تكون هنالك سلسلة حلقات تتكلم عن مواضيع مختلفة تهتم بهذا الجانب الثقافي حتى نحيي مواته في الأذهان إن شاء الله. وحتى إن شاء الله يجد معنا مقتضى آخر. دكتور رسالة توجهونها للدولة فيما ترونه طالب من الدولة طالب من الدولة عن الفاعلين الثقافيين تعطيهم عناية وتعطيهم إمكانيات ووسائل وتقدير وتكرمهم وتعطيهم الوسائل الضرورية لها ويالت الدولة تفهم عن لا عاد البترول مهم ولا عاد الغاز مهم ولا عاد الحديد مهم. الثقافة أكثر أهمية وأكثر مردودية وراهية كيف قلت ولا يهتم لا نكررها حد متوقع منه توقع الناس منه عنه لا يهتم بالثقافة منين ما يهتم بها تعود كارثة تعود كارثة أكبر من كارثة اللي تنتج عن عدم اهتمام بحد ما يطرح عليه العار. صحيح صحيح والله. إلى هنا سيداتي سادتي نأتي إلى ختام هذه الحلقة من مدينة أصداف شنقيط وحتى نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله لكم تحياتي وتحيات الفريق الذي أشرف على تصويري وإخراجي وهندسة صوت هذه الحلقة وباسمكم أيضا أشكر الدكتور محمد لمين الكتاب على هذه المبادرة وعلى هذه القيمة الثقافية الكبرى التي أضافها على الموسوعة الموريتانية المثراة إن شاء الله بالثقافة وبالعمل الذي يكون بناء طور هذه الثقافة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصداف شنقيط آيات من الأثر لماعة بالرؤى صرفا وبالفكر فاضت لتغمر تاريخا برمته وتنثر الدر للأمداء والحضر مبهورة إننا جذلا بأمتنا شنقيط فهي اكتنازي وهي مدخري. يا شعب شنقيط هيا نبتغي سببا فهذه الأرض أثرت سائر البشر.